معنا من مدينة غزة عبر الهاتف مراسل العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام. إذا في خبر عاجل، قوات الاحتلال تنسحب من حي تل الهوى ومنطقة الصناعة جنوب مدينة غزة بعد أن كانت اشتدت يعني المعارك يوم أمس هناك. ماذا في التفاصيل؟ صباح الخير. صحيح، مع بزوغ فجر هذا اليوم تبين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت خلال الساعات الماضية فقط من حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. أتحدث عن استكشاف لطبيعة هذا الانسحاب مع الساعات الأولى. قوى الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ توجهت بداية إلى المكان وأكدت وجود هذا التراجع لآليات الاحتلال الإسرائيلي على الأقل حتى شارع 8 إلى جنوب مدينة غزة، بمعنى أن المنطقة التي دخلها جيش الاحتلال في شارع الصناعة ومحيط منطقة تل الهوى تم تأكيد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. المنطقة من شارع 8 وما بعد ذلك هي منطقة عمليات مستمرة مرتبطة بمحور نتساريم النشط عسكريا والذي تتواجد فيه قوات الاحتلال بشكل شبه دائم في تلك المنطقة. أقصد طبعا هذا التراجع ياتي بعد عمليه استمرت 5 ايام في المنطقه. كانت تتواجد قوات الاحتلال الاسرائيلي في مقر الصناعه، في شارع الجامعات، في شارع الصناعه ايضا، وفي منطقه المناطق المحيطه. كانت تقوم بعمليات تجريف وتفتيش في المرافق خصوصا مقر الصناعه، وهو المقر الرئيسي للأونروا والمركز الأساسي لتوزيع المساعدات في مدينة غزة خلال هذه الحرب. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أحرقت أيضا مرافق وجزء من هذا المقر إضافة إلى مرافق أخرى. كنا نستمع خلال الأيام الماضية أيضا إلى أصوات نسف لمنازل، وبالتالي خلال يعني الساعات القادمة سيتكشف حجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة التي عمل بها لمدة 5 أيام للمرة الرابعة منذ بداية هذه الحرب. ولكن هذا الاجتياح هو الأقصر من حيث المدة، حيث لم يمضي على اجتياحه إلا 5 أيام فقط، وهو من أقصر المدد التي استغرقها جيش الاحتلال في الاجتياح. طبعا هذه العناصر كلها هي عناصر خسائر مادية. فيما يتعلق بالخسائر على مستوى الأرواح سيتم الآن البدء بإحصاء الخسائر، خصوصا أن الدفاع المدني كان قد تحدث خلال الأيام الماضية عن وجود على الأقل 30 جثة في منطقة شارع الصناعة، وكان ما تم اكتشافه إسلام بعد الانسحاب من الشجاعية يعني مروع لناحية عدد الشهداء وحجم الدمار. بالنظر إلى حدة يعني إذا ما قارنت لنا حدة المعارك والقصف بين المنطقتين، هل يتوقع أن تكون الخسائر أيضا جنوب مدينة غزة بنفس الحجم؟ بالتأكيد المشهد كان أيضا صعبا في جنوب غزة كما كان في شرق غزة. في الشجاعية طواقم الإنقاذ تحدثت عن انتشال 60 جثمان وعشرات تحت الأنقاض تعذر عليهم إنقاذهم. والمشهد في جنوب غزة لن يكون مختلفا كثيرا، ولكن من الصعب تقدير الأعداد مع أخذ بعين الاعتبار أن منطقة جنوب غزة أقل كثافة سكانية من شرق غزة ومن حي الشجاعية. ولكن أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما دخل إلى جنوب غزة دخله بغتة وتحت غطاء ناري كثيف، وبالتالي من المرجح أن يكون هناك عدد من الشهداء تحت الأنقاض. هناك أيضا قصص مروعة تم الاستماع إليها من شهود العيان خلال الأيام الماضية حول عدد من الشهداء الذين تركوا لينزفوا. بعض الناس المحاصرين اضطروا إلى دفن ذويهم أثناء فترات الحصار في شارع الصناعة وفي مناطق الريس وفي أبراج تل الهوى. وبالتالي هناك قصص مروعة. الآن سنبدأ بمحاولة استيضاح مصير من كانوا جزءا منها، خصوصا الناجين الذين كانت تسمع أصوات نداءاتهم ولكن لم يكن متاحا الوصول إليهم. طواقم الخدمة، طواقم الإنقاذ كانت تتحدث بشكل واضح أنها تعجز عن الوصول إلى الذين يناشدونها في تلك المنطقة. بطبيعة الحال أن الاحتلال الإسرائيلي كان يستهدف بشكل مركز كل من يقترب من مربع الجامعات أو من جنوب غزة بشكل كامل. ربما أحد المؤشرات الأساسية هو ما أعلنه
الدفاع المدني حول وجود أكثر من 30 جثة في منطقة الصناعة فقط، في منطقة الطيران بين الطيران والصناعة. هو يتحدث عن شارع فقط ويتحدث عن 30 جثة، وهذا يعطي مؤشر حول عدد الجثث التي يمكن اكتشافها خلال الأيام أو الساعات على الأقل القادمة في مربع الرئيس، في شارع الصناعة، في مربع الزهار، في منطقة الجامعات، في منطقة دوار المالية وغيرها من المناطق التي كانت عرضة للاستهداف الإسرائيلي خلال هذا الاجتياح. طيب ماذا عن المساعدات الإنسانية؟ منذ متى هي متوقفة؟ المساعدات الإنسانية بشكل عام بغض النظر عن هذه العملية يمكن القول أنها منذ الأول من مايو، يعني منذ شهرين وبعض وبضعة أيام لم تدخل مساعدات إلى شمال قطاع غزة ولا بضائع، وبالتالي هناك أزمة، هناك مجاعة، هناك نقص حاد في البضائع، هناك شح في المواد الغذائية، وهناك انعدام لكثير من المكونات الغذائية، وبالتأكيد هناك غلاء في الأسعار. لكن المشهد زاد تعقيدا مع دخول منطقة جنوب مدينة غزة، على اعتبار أن الاقتحام أساسا يستهدف مقر الصناعة التابع للأنوروا. هذا المقر هو المقر الأكبر ومقر الأنوروا الأساسي أساسا الرئيسي في قطاع غزة قبل هذه الحرب، وقد تم تحويله إلى مستودع كبير للمواد الغذائية ولتوزيع المساعدات. كل ما كان يدخل إلى شمال غزة ومدينة غزة من مساعدات خلال الفترات الماضية كان يدخل إليه، ومنه يتم التوزيع إلى بقية المناطق مدينة غزة والأحياء الأخرى في شمال غزة والمخيمات. لكن الآن بطبيعة الحال الدخول إلى هذا المكان يعني عقد المسألة. الآن سيتم معاينة الأضرار بالمناسبة. هل لازال المكان قابلا لأن يكون مركزا للمساعدات أم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمره كما فعل في مناطق أخرى، ربما أحدث به ضررا جزئيا، ربما دمره بشكل كامل؟ يعني سنصل بعد قليل إلى هذه سريعا المنطقة. إسلام لو سمحت، ما هو وضع المستشفيات شمال القطاع مع يعني الأنباء التي وردت أمس عن عودة العمل بالمستشفى المعمداني؟ لازالت أوضاعها صعبة. أمس عاد مستشفيان، مستشفى المعمداني ومستشفى الخدمة العامة، بعد انسحاب جيش الاحتلال من شرق غزة. ولكن واليوم أيضا سيتم استكشاف واقع مستشفى أصدقاء المريض، لأنه في منطقة التوغل جنوب مدينة غزة في شارع فلسطين، وبالتالي سيتم التعرف حول الأضرار التي لحقت به وهل سيتم إعادة تشغيله أم لا. بقية المستشفيات لا زالت تعاني وأوضاعها صعبة، خصوصا نقص الوقود، نقص المستلزمات الطبية، ونقص حاد في الكوادر الطبية كما تقول إدارة هذه المستشفيات. أشكرك جزيل الشكر إسلام بدر، مراسل العربي من مدينة